بالعودة مشاهدينا الكرام مرة أخرى إلى الدكتور حامد الصراف الباحث السياسي والأكاديمي العراقي عبر سكايب. دكتور حامد مرحبا بك مرة أخرى. أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم. أهلا بك دكتور، يبدو أن الصوت الآن أفضل بكثير. إلى أي مدى دكتور حامد يمكن للحكومة ويمكن للميليشيات الاستمرار بسياسة قمع الكلمة الحرة ضد المتظاهرين السلميين؟ شكرا جزيلا على الاستضافة مرة ثانية، وشكرا لجهود الفنيين في الاستوديو وخارج الاستوديو. عزيزي، الأزمة في تصاعد مستمر، التحدي كبير أمام الشعب الآن. القوى السياسية القابضة على السلطة الآن الفاسدة متشبثة بالسلطة، الحكومة غير قادرة، بين نارين، نار الثورة ونار سلطة الولي الفقيه. الآن الصراع الإقليمي الدولي بدأ يصاعد حتى على أرض العراق بشكل واضح. هناك أوامر بتصعيد التحدي ليس فقط في قصف السفارات والبعثات الدبلوماسية، وإنما بقمع الثورة واجتثاثها. وهذا العمل الحقيقة سوف يجابه بتصعيد ثوري حقيقي. الآن الساحات الاعتصام في بغداد والمحافظات متهيئة، الشباب مرابط في أماكنه. التصعيد الآن ليس فقط ضدهم، كون هناك شهداء 700 شهيد وهناك ضحايا جرحى ومعاقين، وإنما هناك فعلا تحدي، هناك مؤشرات على بدء عمليات اغتيال واختطاف جديدة. لكن الحكومة أنا أعتقد غير قادرة على لملمة هذا الوضع، غير قادرة على قمع الميليشيات، لأنها اللا دولة أو الدولة العميقة تمتلك القوة الأكبر الآن في العراق مما تمتلكه الحكومة. وهذه الحقيقة. تفضل. ثوار مدينة الناصرية لا يزالون يعني يتواصلون ويواصلون ثورتهم وتظاهراتهم المطالبة بإطلاق سراح الناشط سجاد العراقي في ذي قار. يعني برأيك ما هي الخيارات الآن أمام المتظاهرين السلميين أمام هذا التعنت الحكومي والإصرار على عدم تلبية مطالب المتظاهرين؟ طبعا وهي مطالب يعني المتظاهرون يطالبون بالتغيير الجذري. هذا هو، لا خلاص للشعب العراقي الآن، أصبح يقين أمام الشعب العراقي أنه لا خلاص له إلا باستمرار الثورة، إلا بالتحدي الكبير، إلا بقلب موازين القوى لصالحه، وباجتثاث كل هذا الفساد وجذور الفساد وجذور الميليشيات الولائية. الحقيقة السلاح الآن المنفلت خارج سلطة الدولة يهدد الشعب العراقي، لكن على المجتمع الدولي أن ينتبه إلى أن المسؤولية أمام الأمم المتحدة، أمام المنظمات الدولية، أمام المجتمع الدولي كله، أمام مجلس الأمن كبيرة جدا، هي الحفاظ على أمن العراق أولا من التدخلات الخارجية وخصوصا من تدخلات إيران المجاورة، وثانيا من العبث بأمنه ومقدراته من الداخل بالطابور الخامس الذي يعمل الآن بشكل قمعي بشكل دموي لإسكات كل الأصوات الشريفة الوطنية التي تنادي بحرية واستقلال العراق واستقلال قرار السياد. هذه الحقيقة التحدي الكبير الآن. ما يعني إذا كان سجاد العراقي وإذا كان غيره من المغيبين ومن المختطفين ومن المعاقين ومن أيضا المتحدين الشباب الآن اللي يعني رابضين في سوح الاعتصام، الحقيقة لم يعد أمامهم إلا خيار واحد، هو استمرار التحدي واستمرار انتصار الثورة. الثورة يجب أن تنتصر، الثورة هي فعلا هذا خيار الشعب العراقي منذ بداية أكتوبر العام الماضي، والآن هناك إصرار أشد بعد فشل الحكومة في احتواء سلاح المنفلت والسيطرة على الميليشيات. هناك الكثير من التعهدات انطلقت من الحكومة أو صدرت عن الحكومة، الكثير من التعهدات، من هذه التعهدات هي التعهد بمحاسبة ومساءلة قتلة متظاهري ثورة تشرين، ولكن حكومة الكاظمي لم تنفذ أي من هذه التعهدات. هذا صحيح، بدليل أنه هناك شهداء، يعني ليس فقط في الفترة الماضية، يعني بالخمسة أيام الأولى كان عندنا 150 شهيد، يعني باليوم كان بمعدل 30 شهيد في اليوم.
الحقيقة هذه استمرت بأيضا اختيار وانتقاء الشخصيات البارزة من قادة الانتفاضة في سوح الاعتصام، ومن حتى المحللين يعني هشام الهاشمي والآخرين وتحسين الشحباني وريهام وغيرهم من الناشطين من ذوي الاختصاص. الحقيقة أيضا ذهبوا ضحية شهداء لاستهتار هؤلاء الحاملين للسلاح خارج إطار الدولة، والدولة الحقيقة وعدت لكن للأسف الشديد لا تمتلك كل السلطات الكافية، تعد لكن التنفيذ يجابه بصعوبات كبيرة. على المجتمع الدولي أن يعي إلى هذه المسؤولية. الشعب العراقي هو العامل الحاسم في اللعب دور بحسم الأمور تاريخيا، وهذا هو أمنا أنه الشعب العراقي سوف يحسم الأمر، لكن أيضا لا بأس أنه هناك دعم على الأقل معنوي ورفع اليد عن دعم الطبقة السياسية الفاسدة القابضة على السلطة، حتى يتاح للشعب العراقي أن يكون هناك خيار له غير هذه العملية السياسية البائسة التي تجاوزت الحدود على مدى 17 عام من تاريخ العراق الحديث. هذا هو الأمل الكبير. دكتور حامد، الكثير من المراكز البحثية الدولية تناولت الشأن العراقي ونقاط الضعف الموجودة في العراق. معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أكد في تقرير له أنه رغم خطابات الكاظمي وكذلك خطابات من قبله، كانوا الكثير يعني يخيرون الشعب العراقي ما بين الدولة، اختيار الدولة أو اختيار اللا دولة، لكن هذا المعهد يشير إلى أن العراق الآن بظرفه الحالي وحالته الآن ما هو إلا فوضى عارمة، ما هو إلا لا دولة. مما يخيفون أو يرعبون الشعب العراقي من الوصول إلى نقطة اللا دولة، في حين أن العراق الآن بشهادة معهد واشنطن هو الآن في حالة اللا دولة وحالة الفوضى. هذا صحيح، هو هذا من الأول معروف، هذه حقيقة واقعة. طالما هناك نظام محاصصة مقيتة وهناك ميليشيات هي تهيمن على مجلس النواب وعلى الحكومة، يعني احنا شفناهم اغلب اعضاء مجلس النواب وقادة الكتل السياسية في مجلس النواب هم قادة ميليشيات، هم جذورهم يعني من فصائل مسلحة، لذلك ولاءاتهم ايضا خارجية، ليست هناك ولاءات بارزة واضحة للعراق كبلد مستقل. الولاء للولي الفقيه، لذلك المحاصصة زائد السلاح المنفلت زائد الفساد، ملفات الفساد هذه كلها جعلت أنه الدولة ما يكون لها دور واضح، لذلك اللا دولة هي المهيمنة أو ما احنا نسميها الدولة العميقة التي تحكم دون معرفة الشعب العراقي من يحكمه الآن. هذه هي المصيبة الأكبر، أن الشعب العراقي لا يحكم بإرادته وبشخصياته الوطنية المستقلة، وإنما بشخوص ولائهم لخارج البلد. المصيبة الأكبر أنه الاستقلال الوطني انفقد، الآن بلدنا العراق محتل بكل معنى الكلمة، لذلك إحنا الآن نخوض حرب أو معركة مصيرية أو ما نسميها ثورة تحرر وطني شاملة، أن يجب أن ننال الاستقلال، يجب أن نحرر بلدنا من هيمنة هذه الميليشيات ومن هيمنة ولاية الفقيه التي تتحكم بكل مقدرات البلد من ناحية السلاح ومن ناحية الإعلام ومن ناحية الثروات وسرقتها وحتى من ناحية التفاصيل في التعيينات وحكم الدوائر الدولة، هذه الحقيقة ومؤسساتها، هذه الحقيقة اللي احنا نعاني من عندها. لذلك فقد البلد كل كفاءاته ومؤهلاته التي يمتلكها أبنائه لأصبحت بيد الآخرين. هذه هي القضية العظمى، هذه القضية الكبرى التي يواجه الشباب بصدور عارية الآن سلاح هذه الميليشيات من أجل التحرر الوطني. وأنا أعتقد الآن الأمر وصل إلى منتهاه، احنا أملنا قوي خلال الأيام القادمة بمناسبة الذكرى الأولى لانتفاضة تشرين المباركة سوف يحدث الكثير، سوف تتدخل قوة كبرى أنا أعتقد ستشكل خطر كبير على مصير البلد. احنا نخشى أن تتحول الساحة العراقية إلى ساحة معركة حقيقية يروح ضحيتها الأبرياء من أبناء وبنات شعبنا،
لذلك احنا علينا ان نجنب العراق هذه التهلكه اللي يمر بها، ان نشير الى المجتمع الدولي بان يكف هذه الميليشيات عن قتل ابنائنا وبناتنا الابرياء، وان يترك البلد باراده شعبه دون التدخل الخارجي من اي طرف كان. إبرا سكايب الأكاديمي والباحث السياسي دكتور حامد أصراف، شكرا جزيلا لك.